ما فهمتش علاش الناس كيحسدوني بزاف، واقيلا كيحسدوا دابا هاد السيكل اللي عاد شريت، ولا كيحسدوني حيت راجلي ديال الفريع، ولا كيحسدوني حيت عندي الدار مجهده، ولا حيت عندي الطوموبيله عاد خرجتها. لا يا لالا، لا يا سيدي، ما كيحسدوك لا على خدمتك، لا على فلوسك، لا على راجلك، لا على وليداتك. خليني نقولك علاش الناس كيحسدوك. الناس كيحسدوك على ليسونس، على الخلق ديالك، كيحسدوك على المبادئ ديالك، كيحسدوك على الطاقه ديالك، كيحسدوك على لا موتيفاسيون اللي عندك، كيحسدوك على المبادئ اللي عندك، كيحسدوك حيت كتبغي راسك، كيحسدوك حيت كتحترم راسك، كيحسدوك حيت فما مشيتي عندك القبول، كيحسدوك على هاد الحوايج كاملين. وهاد الحوايج ما عمر حتى واحد يقدر يطفيهم لك، وما عمرهم يقدروا يمشيو بحال الفلوس. دوك اللي عنده شي حاجه الله يعطيه ما اكثر منها، ونحتفظ على ليسونس ديالي، ونحتفظ على المبادئ ديالي، ونحتفظ على الطاقه ديالي، وما نعطيها حتى لشي واحد، حيت هذاك الحوايج بالذات هما علاش الناس كيحسدوا. كاينه دنيا وحده وعيشه وحده، نحترم راسي فوق من القياس ما فيها باس، نقدر راسي فوق من القياس ما فيها باس، حيت غتلاقى في المطاف الناس اللي غادي يبغيو يهبطوك، شحال ما القيمه ديالك واكده وواقفه وركيزه، وشحال ما غادي يربي كثر الحساد ديالك، شحال ما غادي تبقى ان شاء الله في المطاف والاستمراريه للنجاح. كانت معاك نهيد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم.